أشكو فهل لي يا إلهي نفحة تروي شقاق الحزن في لينجلي. أشكو فهل لي يا إلهي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. One Nation, here's a hope camp in the north of Syria. In this cold weather now, we are providing families with food parcels and blankets. As you see, this camp affected of storm, snowstorm, last days. قد جئت ربي راجيا مستغفرا أنت الرحيم وذو الجلال الأكمل أنت العليم بأن كسري متلفي والقلب يشكو من مصاب مثقل من لي إلهي غير جودك منقذي فرج همومي بالإجابة عاجلي من لي إلهي غير جودك منقذي فرج همومي بالإجابة عاجلي ألطف بعبد الراحة يتلو